ما ينفعش كل واحد له صاحب يرشحه. لو احنا قلناه ممكن جمهور النادي الاهلي العظيم يزعل مننا، لكن احنا بنقول كلمه الحق. قلت معاكم هنا من اسابيع طويله ان لم يكن من شهور ان مؤمن زكريا ما عندوش مشكله، ولا وقع وامضي زي اللي وقعه ومضوا السنه اللي فاتت. النهارده المهندس عادل القيعي بيقول نفس الكلام في قناه النادي الاهلي. هنجيب الفيديو ده وهيبقى مع ضيوفنا المحترمين. معانا الفيديو؟ معانا الفيديو يا خالد؟ طيب يجهزوه. فبالتالي اللي احنا قلناه قبل كده انك انت لما يبقى عندك عنصر محترف بقى في عقد سنه استفيد منه، مش هقول لا ده انا الفكر بتاع زمان ده خلاص مات، ما اقولش اموته على الدكه وابعده عشان لما يمشي الجمهور ما يغضبش. لا خلاص، السوفت وير لازم يتغير في النادي الاهلي، في فكر التعاقدات في النادي الاهلي، في فكر الجهاز الفني والاداري في النادي الاهلي، لازم السوفت وير يتغير. الكلام ده موضه قديمه اولد فاشن. فبالتالي النهارده مهندس عادل القيعي بيقول لي انا كنت بقوله ان كان راجل ده لعيب انت تستفيد منه، عنصر مهم، عنصر مؤثر، ليه خسرانه؟ ليه مخرجه من كل القايمه في قبل النهائي والنهائي الافريقي والنهارده في مباراه مهمه وحساسه؟ هذا غباء اداري وفني من الجهاز الفني للنادي الاهلي، انك لا تحسن استغلال لاعب وعنصر مهم ومؤثر عندك. يا اخي ده لو انت شايف ان هو ما بيديكش كل حاجه ارميه في الملعب، احرقه قدام الجمهور، لكن ابدا ما تستبعدوش من حساباتك كلها. ده اللي قاله النهارده المهندس عادل القيعي. مش عايز اقول نفس كلامه لان احنا بنجهز الفيديو، لان هيبقى عليه تعليق كبير جدا من المحترم كابتن محمد عمر والكابتن ضياء السيد. هقول لكم بعض الاسرار والحكايات قبل ما نقول كارتيرون قال ايه والحكايه قالت ايه. الجهاز الفني للنادي الاهلي في حكم المقال، اللي بقوله اللي بقوله لكم ده قرارات تم الاتفاق عليها لكن بنبحث البدائل. مستر باتريس كارتيرون يرفض الاقاله، اللي بقوله لكم ده عناوين. محمد يوسف ابلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ بانه يرغب في عمل فني وليس مدير كوره اذا كان في تغيير للجهاز الفني. اللي بقوله ده معلومات انا مسؤول عنها. كابتن محمد يوسف المدرب العام في النادي الاهلي ابلغ كابتن سيد عبد الحفيظ بانه يرغب في منصب فني وليس منصب مدير كوره اذا ما كان هناك في تغيير. الاسم اللي كان مطروح كابتن عادل عبد الرحمن لقى رفض شديد من مجلس اداره النادي الاهلي زي ما قلت لكم قبل كده، وقال له كابتن عادل يركز مع فريق الشباب، هاخده من فريق الشباب مش هو اللي هيعمل الطفره الرهيبه في الفريق الاول. فالكلام ده ما بقاش موجود. الكابتن سيد عبد الحفيظ يجتمع مع باتريس كارتيرون ومحمد يوسف بعد العوده، الاجتماع يوم السبت والسفر يوم السبت الى المانيا للتشاور واتخاذ القرارات مع الكابتن محمود الخطيب. دور الكابتن سيد عبد الحفيظ هو متابعه قطاع كره القدم وليس منصب. ما بيطلعش في عمله الاعلامي لانه مركز في هذا الجانب وبيستطلع رؤى ناس كتيره جدا. بس انا عايز اقول حاجه، الكره مش ذره، وانك تعمل فرقه كوره مش محتاجه ابحاث ولا تخش معمل كيمياء ولا تحضر ثاني اكسيد الكربون ولا الحاجات دي خالص. نادي الزمالك عمل فرقه كويسه من خلال ابن رئيس النادي ورئيس النادي. من الاخر لو عمل كويس لازم هنقول انه عمل كويس، عمل وحش هنقول انه عمل وحش. فالمساله ايه؟ لعيبه وجهاز فني ومتابعه. لعيبه وجهاز فني وحد بيتابع كل شويه ايه اللي بيحصل ويراجع. وده بيحصل مع اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي مانويل جوزيه. كانت لجنه الكره لما تشوف الدنيا واقعه تعالى في ايه؟ وكان هو نفسه بيتابع نفسه بيراجع نفسه، وهو ما قالش ان انا بفهم في كل شيء، لا كان بيجيب مؤهل نفسي في بعض اللحظات الحاسمه، احد دكاتره التربيه الرياضيه المتخصصين في علم النفس الرياضي. لكن النهارده الدنيا لا، الجهاز الفني ده احسن حاجه في الدنيا. حذرنا مرارا وتكرارا من اخطاء محمد الشناوي، وقلنا مستواه في تراجع من بعد كاس العالم للكبار ومن بعد رحيل طارق سليمان، وقلنا ان طارق سليمان قال ان هو عنده رباط صليبي، والراجل سالته قال شمال وعامله بقالي 5 اشهر وخفيت وجاهد العمل. والنادي الاهلي قال ايهاب جلال جاي، لا ايهاب جلال جه ولا الجهاز اتغير ولا الدنيا اتغيرت. لكن المكسب الكبير ايه بقى؟ هو ان الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لم يتعجلوا باجراء التغييرات اللي كانوا الترميمات اللي كانوا عايزين يعملوها في الجهاز الفني، واجلوا كل شيء لمباراه الوصل. وقلت لكم الاسبوع اللي فات الجهاز ده ماشي ماشي.
لان مفيش شكل للاهلي معاه، مش ده النادي الاهلي، مش دي فرقه النادي الاهلي. هقول حاجه شهاده لله ان الكره التي كان يلعبها النادي الاهلي مع الكابتن حسام البدري لا تقارن، مفيش مقارنه باللي بيعمله باتريس كارتيرون. قولوا له مسيو بقى، قولوا له مستر، قولوا له اي حاجه، بروفيسور، قولوا له اي حاجه، لكن كان الفرقه بتلعب كره جميله، تحقق نتائج كويسه في شكل الفرقه، قادر يتحكم في النجوم، قادر يدير فرق. لكن النهارده حمودي بقى نجم في النادي الاهلي، فطالع عمال براحته فياخد انذار. حسام عاشور اقدم لعيب بيمد ايده على الحكم وبياخد طرد بعد نهايه المباراه، ده معناها انه لا يوجد مدور كره، وان جهاز الكره باللغه كده العاميه بتاعه الكره مش مالي عين اللعيبه. فبالتالي النادي الاهلي يحتاج الى حلول جذريه. انصف حمامك القديم، كل دول يمشوا ويجي جهاز محترم زي ما قال كابتن ربيع ياسين وما قال كابتن مجد عبد الغني، اسم عالمي، اسم كبير. النادي الاهلي مش شويه، النادي الاهلي مش شويه، ومحبيه كثر في مصر والدول العربيه، وعندك شركه راعيه يمكنها انها تساعدك في انك انت تجيب مدرب عالمي بمعنى كلمه عالمي، زي ما ساعدت قبل كده في النادي الاهلي وتحملت جزء كبير جدا من راتب بعض المدربين الاجانب. الشركه الراعيه مش دورها بس انها تحط اعلانات وكده، لا، ومحمد كامل رئيس برزنتيشن عنده استعداد لده. فبالتالي هات اسم عالمي، اسم عالمي. النادي الاهلي ما ينفعش البخل عليه في اعداد فرقه كويسه، مشجعيه بعشرات الملايين في مصر والدول العربيه، فما ينفعش الناس دي تتحرق دمها، خاصه وان من يدير النادي الاهلي الان هو افضل من داعب كره القدم. هضرب مثل بحاجه يعني ايه، بالمهندس محمود طاهر له ملك يرد عليه، له ملك يرد عليه. النهارده محمود طاهر جاب مين في النادي الاهلي خلال فتره ادارته عشان الناس تبقى في دماغها ايه اللي تجيبه، مش اي، مش عمار حمدي ومحمود الجزار ويوسف هم دول اللي هيجوا يبنوا النادي الاهلي، اجيب 10 لعيبه واقول بعمل مستقبل. المستقبل كلنا بنشوفه، ابراهيم سعيد لعب 16 سنه، هادي خشبه لعب 16 سنه، حسام عاشور لعب 18 سنه، ابراهيم سعيد لعب 16 سنه، كل النجوم الكبار بيلعبوا في مرحله سنيه صغيره. ما تجيبليش واحد عنده 19 سنه وتقول لي لسه هربيه، لا ما ينفعش. اللي يقول كده ما صدقوش. لو في بقى لعيب طفره بيتالق هو في سن كبيره، ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. لكن الناشئ رامي ربيع لعب 16 سنه، كابتن زيزو لعب 16 سنه. اذا النجم يلعب في سن صغير. لما تجيب لي نجوم من الانديه الاخرى وتقول لي ان انا بربيهم وبكبرهم، لا ما ينفعش، وغير مقنع للجماهير ولا للراي العام. اللاعب المبدع الماهر زي صلاح مصر يلعب معاك من السنه اللي فاتت من ساعه ما جه، لكن انت عندك وليد ازارو فبيلعب، عندك مروان محسن بيلعب وهو الهداف الثالث او المهاجم الثالث. النهارده الراجل قال يلا كله ينزل، مروان محسن وصلاح محسن ووليد ازارو واحمد الشيخ يلا. فده معناها انه يائس، ان مفيش رؤيه، ان مفيش فكر، ان هو طول المباراه عصبي، طول المباراه عصبي. طيب كابتن محمد عبد المنعم شطه واحد من نجوم النادي الاهلي في السبعينات والمدير الفني السابق للاتحاد الافريقي لكره القدم، اهلا بحضرتك يا كابتن شطه. عندي فلوس طب ابعت لك كده شويه. كابتن شطه عندي يا كابتن هو انت يعني كابتن شطه اللي معايا كنترول، مش كابتن شطه يا استاذ خالد اللي معايا اصواتكم في الكنترول. فالصفقات اللي عملها محمود طاهر لازم نقولها، خاصة وان هو مش بتاع كورة لكن بتاع ادارة. جاب مين؟ جاب محمد الشناوي، جاب ايفونا، جاب كوليبالي، جاب علي معلول، جاب وليد ازارو، جاب جونيور اجاييه، جاب احمد حجازي، جاب صالح جمعة، جاب احمد الشيخ، جاب رامي ربيعة، جاب محمد حمدي زكي، عمرو السلية، حسام غالي، جون انتوي، ايمن اشرف، اسلام محارب، مروان محسن، ميدو جابر، هشام محمد، عمرو بركات، باسم علي، محمد رزق، محمد فاروق، اسلام رشدي، احمد فتحي، مؤمن زكريا، حسين السيد. اسامي من العيار التقيل، فيهم من اصاب وفيهم من اخطا،
لكن في الاخر لما تبص لهم لا رايح على نجوم. محمود محمد الشناوي ما حدش يختلف عليه، ايفونا ما حدش يختلف عليه، كل بال الهارب ما حدش يختلف عليه، علي معلول ما حدش يختلف عليه.